ورجعنا لكم مشاهدينا وختامها مسك. وبما انه احنا اخر فتره طبعا مع الكورونا فكثير عم نشوف احنا حفلات بالمنزل، وطبعا كمان مع نتائج التوجيهي فهاي الفتره رح تكون كلها حفلات. اليوم رح تكون معنا المهندسه لميس. طبعا مهندسه لميس صباح الخير. صباح الورد، كيفك؟ اهلا، تمام الحمد لله. طبعا لميس هي صاحبه شركه ايفنت ار اس، صح؟ تمام. هلا لميس، كثير اخر فتره احنا عم نشوف الحفلات عم بتصير بالمنزل، كان هي اعراس ولا خطبه، وخصوصا هلا رح يكون في عنا حفلات توجيهي. مزبوط. فالكل عم بيروح للحفلات المنزليه 100% بالضبط. فاحكي لنا اكثر، الحفلات المنزليه هاي مبدئيا قبل ما نبلش باي سؤال، لا عم تشوفي انت بعد ما رجعت الدنيا فتحت شوي ورجعت الصالات، عم بخف على بخف الطلب على الحفلات المنزليه ولا لسه زي قبل؟ هلا صراحة الغريب بالموضوع انه الناس حابة فكرة الحفلات بالبيت، يعني لساتها متقبلة فكرة العدد القليل انه ما بدها تفتح على 100 شخص ولا 200 شخص، فقاعدين لسه عم نعمل حفلاتنا بالبيوت، سواء كانت تخريج، خطوبة، اعراس، لسه الناس متخوفة من انها تنفتح على هذا الاشي وتعزم اعداد كبيرة، فعم نضل لسه بالبيوت عم ننسق الحفلات كاملة. طيب انت صاحبه ايفنت ار اس، من متى بلشتي بمشروع ايفنت ار اس، ومن وين حتى اجتك الفكره؟ هل هو عن دراسه او عن هوايه؟ تمام. هلا انا درست هندسه، تمام، سنه ثالثه هندسه كنت بلشت عملت جزء من الحفله لاخوي لعرسه، وبعدين حسيت انه خلص انا حابه هذا المجال، بلشت اونلاين بالبيت شيء جدا بسيط، يعني ابيع اشياء كثير صغيره. بعدين لما خلصت تخرجت دايركت والدي دعمني قال لي انه خلص افتحي مكتب على طول. حلو. ففتحت سجلت شركه وكملنا بهذا المجال، فتقريبا لي 3 سنين بهذا المجال. عم بتلاقي اقبال كثير كبير. الحمد لله. طيب اغلب الاقبال بتحسي بتنسيق الحفلات المنزليه او حتى الخارجيه، يعني شو الاكثر الناس متجهه عليه؟ هلا حفلات التوجيه التخريج كثير عم تصير، يعني خاصه بهاي الفتره، واكيد بنحب نبارك لطلاب التوجيه رغم هاي الفتره الصعبه تاعتهم، بس الحمد لله يعني في حفلات تخريج، حفلات كمان عم بتزيد الاعراس بالمزارع، يعني كمان صحيح. هاي الفتره كثير في اقبال على هذا الشيء. نعم مزبوط. فبنشتغل هاي الاشياء. يس حلو. طب بدي اسالك سؤال، هلا شو اهم الاشياء اللي بتاخديها انت بعين الاعتبار لما بدك تعملي حفله بالمنزل؟ يعني اكيد هلا هو المساحه ما بتكون كثير الواحد اخذ راحته. صحيح. فيها مو زي لما انت يكون في قاعه وما في مشكله انك تشتغلي عليها، المنزل اكيد بيقيدنا باشياء معينه. أكيد. فشو الاشياء اللي بتاخديها بعين الاعتبار لما تقرري تعملي حفله بالبيت؟ تمام. هلا احنا بالبدايه لما نيجي ناخذ حفله لازم نروح نشوف المنزل او البيت تاع الحفله. هلا لما كنا نعمل بقاعات اكيد السبيس كثير واسع، ما كنا ناكل هم وين نحط الثيم. بالضبط. اما بالبيت لازم نشوف الموقع قبل ما احنا نعمل الحفله، بالتالي احنا لازم كمان في عندنا خاصيه حلوه، يعني بنشتغل على بروجرام اسمه 3 دي ماكس، ممكن انا اصور لك البيت تاعك بطريقه 3D لحتى انت تتخيلي كيف الطاولات والكراسي حتكون بالبيت بالمساحه الضيقه تاعك. يعني هم بيشوفوا شكل الديكور، خليهم الثيم كامل قبل ما يتم تنفيذه على ارض الواقع. بالضبط. لانه في ناس كثير ما بتقدر تتصور هاي الطاوله مع البلالين مع الورد كيف شكلها، احنا بنصور لهم هاي الشغله، فالناس كثير عندها اقبال وبتحب تشوف هذا الشيء لتكون مطمنه خاصه بهاي المناسبه تاعتهم. انه خصوصا احنا بالمناسبات لازم كل شيء يكون على عتك. أيوة 100% أكيد. تزامنا برضو مع حفلات التوجيه، هل في ألوان معينة بتنصحي الخريجين يستعملوها بحفلاتهم او عادي كل واحد اللون اللي بيحبه؟ هلا شوفي مش حلو نقيدهم او ما في لون معين، يعني بس مثلا في عندنا الخريجات بتحب على لون الفستان تاعها تعمل الثيم كامل، اذا في ناس مثلا بتحب حسب لون التخريج تاعها انها هي تعمل الثيم، بنفس الوقت في ناس البيت ديكوره بيقيدنا لما يكون مثلا لونه الدهان مثلا احمر واسود، صعب انت تدخلي الوان ثانيه فيه. أكيد. فاحنا خلينا بنروح مع الالوان الحياديه بالنسبه اذا كان ديكور بالبيت. نعم. الوان صح. طب شو اول الخطوات اللي بتتبعوها عشان تطلع الحفله بابهى صوره واحلى صوره؟ هلا حتى تكون الحفلة مميزة دائما مثل ما خبرتك لازم نشوف الموقع، نقدر نحدد المساحات اللي عندنا، بلس لازم احنا نعمل زي تايم لاين للحفلة، يعني لازم نعرف اي ساعة الوقت كثير مهم، لازم احنا نيجي نروح نرتب كل هاي الامور، بالتالي يعني لازم نكون مرتبين كامل تفاصيل الحفلات. طيب دائما عم بنلاحظ هلا باخر فترة انه كل الحفلات او كل الاعراس صارت بتشبه بعض.
يعني حتى الثيم مثلا حفله التوجيهي بتلاقي دائما النورة اللي مثلا جراديويت وهالامور هاي، يعني ما في شيء مميز جديد. هل في افكار جديده نازله على الساحه حاليا؟ ترند نغشش الناجحين بالضبط، شيء يكون ترند. هلا اكيد بنحب لما نقعد مع الكلاينت انه نعرف هو شو حابب. مثلا في عندك ناس مياله مثلا تخرجت توجيهي او جامعه بتخصص معين، دائما بنحب نضيف التخصص للحفله تاعته، لو سواء مثلا كان طب، مثلا شيء بسيط مثل سماعه طبيب نضيفها مثلا، انه بس لا يطفي يعني هيك تاتش حلوه على الحفله تاعتهم. اكيد الالوان دائما المميزه هلا عم بتروح الناس، خاصه الحفلات الاوتدور، الوان شوي فاقعه، اورنج اصفر، هاي الامور اوقات تعمل حركه حلوه بالحفلات، لانه زهقنا يعني. دائما بتلاقي دائما حفلات التخرج اسود وجولد وهذا اللي لابس الطاقيه، لابس طاقيه صح، فحلو الواحد كمان يطلع شوي عن المالوف عشان تحسي انه في شيء مميز بالحفله، يكون في لون حلو اكيد 100%. طب شو بتحسي انه شيء بيميز حفله عن ثانيه؟ هلا التفاصيل اللي كتير صغيرة هي اللي بتميز، مثلا على سيت اب الطاولة كتير حلو بيكون لو تعملي انت اشي كاستمايز لك باسم الخريج، مثلا طاقية تخريج، انان المي مثلا هلا عم نعملها ديكورات، النابكن الرينك تاعها اوقات نكتب اسم الخريج فيها بطريقة يعني اكيد بتميز حفلة عن ثانية، تحسي انه متعوب عليها الحفلة، معمول عليها اشي. طب احنا هلا حكينا كتير عن حفلات تخرج التوجيهي او خلينا نحكي تخرج بشكل عام، لو نيجي للنطاق الاوسع حفلات الخطوبه وحفلات الاعراس، هل تجهيزها بيختلف كتير عن تجهيز حفلات التخريج؟ هلا الخطوبه مش كتير، بس الاعراس فيها تفاصيل كتير اكثر، خاصه العروس دائما متوتره اكثر من الخريجه خليك تقولي، فيعني دائما العرس بده يترتب تقريبا قبل 6 أشهر لحتى انت تقدري تهتمي بادق التفاصيل، برضه هي ما تعجق حالها قبل بشهر مثلا وهي وين هالفستان وين الميك اب، فبدك انت تكوني مرتبه امورك ومرتاحه مع الشخص بداية قبل أي شيء. طب شو بتفضل أنت دائما يجيكي هو الكلاينت تحكي لك أنا بدي هيك هيك وهيك، ولا يعطيك السبيس تاعك وأنت تنطلقي بأفكارك؟ لا أكيد يعطيني السبيس، لأنه مو حلو تحددي الواحد، ما بتلاقي ما بيطلع كتير بالأفكار يعني لما تحددي، أما لما يحكي لي اعملي لي إشي على ذوقك بتصفي أنا بدي أبدع لك أكيد بالإشي اللي بدك إياه. طب في اشياء بتنصحي فيها الاعراس الجديده، خصوصا مثل ما حكينا مع جائحه كورونا الاغلب صار يتجه لانه يعمل الاعراس بالبيت، حتى لو هلا فتحت الفنادق والقاعات الاعراس، ولكن ما زال في عندهم تحفظ وخوف من انهم يجيبوا اعداد كثير كبيره، فبدنا هيك نصيحه توجهيها للعرسان الجداد اللي مصرين لحد هاي اللحظه انهم يعملوا اعراسهم بالبيت، كيف ممكن يختاروا التفاصيل؟ هلا بفضل نصيحه انه دائما كل ما كان أبكر كل ما كان كتير أحسن إنك تيجي تتواصل معنا as a client، يعني لازم إنه يكون معنا space أقدر أرتب لك وأهتم بالتفاصيل تاعتك أحسن وأكتر يعني، فبهمني إنه يجوا قبل بوقت أوكي ليكونوا كمان مرتاحين وإحنا مرتاحين بالوقت نقدر نبتكر ونبدع بالحفلة تاعتهم يعني. حلو حلو، شكرا لك على النصائح. طبعا يعني ان شاء الله مشاهدينا تكونوا استفدتوا من نصائحك العافيه، وخاصه طلاب التوجيهي طبعا بما انه احنا هاي الفتره حيكون كلها حفلات طلاب التوجيهي.